منيحة ما بهاش يسلموا ايديكي، بس مو مكتر اللحمة انا. ايه ما كان عندي غيرهم بالفريزر، المرة جاي بكتر لك ياهم. تفضلي يا محمود، هي مفاتيح القفل الجديد. حاسبته؟ ايه حاسبته. لا لا الله يصلحك، ليش حاسبته؟ ايه ما صار شيء، اللي دفعت له اياه اعطيني اياه ولاتي. مو هاد قصدي. لك انا شو قصدك؟ قصدي هذا الباب تبع اوضه النوم بده تصليح، وباب المطبخ كمان بده تصليح. يلا بس تشيكي شلطه ثالثه ان شاء الله بصلح لك اياه. بعيد الشر عنك ام محمود، نبهت امك يا رجال. شايفه هنا؟ شايفه سمعانه جوزك عم يفاول علي، بس بده يتخلص مني. اذا ما عاد بدك تشيكي شلطه ثالثه، المفروض ضلي مسطحه بالتخت شي جمعتين ثلاثه ولا حركه. بعدين احنا مو فاضيين كل جمعة والتانية ننتعك من مستشفى لمستشفى، انطر فيك يطر يعني. سمعاني انا جوزك عم يفاول علي، بس بده يتخلص مني، وهو بيعرف حق المعرفة اني انا وعدانية ومالي احد. طولي بالك يا ام محمود، طولي بالك، احنا كمان ما بنستغنى عنك. بس كلام جميل مزبوط، انت لازم ترتاحي لك شوي وتدوري لك على وحدة تضل عندك. اذا انتم مو قدرانين تحوسوا فيني وتعتنوا فيني جيبوا لي وحدة، انا موافقة. ايه بس الوحده بدها مصاري. ادفعوا لها، وبس ابني يبعث لي مصاري من خور فكان برجع لكم اياهم، انا موافقه. ايه تكرم عينك ام محمود، هو لو بيمشي الحال كنا دفعنا، بس يعني انت بتعرفي بيرو غطا. يعني قديش بدي ادفع لها للشغاله؟ نحن راح ندور لك على وحده رخيصه وكويسه وبنت ناس. يعني قديش؟ يعني بدها شي 5-6000 ليره بهالحدود. بالسنه؟ بالشهر. ايه بالشهر كثير. لك بس بقى اركني انت وياها زين بقى. اتحكي بعبك ام محمود انه تلاقي وحده وتطلع كويسه. خلص ما عاد بدي وحده. لكن شو بدي؟ بدي واحد. واحد؟ ايه بس الرجال بيخدموا بالبيوت كثير قلال، وبعدين ما حلوه بحقك رجال يفوت ويطلع من البيت وانت مره وحدانيه، ما حلوه ام محمود. لا انا حلوه 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 حلوه. نعم. بعدين شو بكون؟ اندهشتوا ماكو ليكو ما انا بدي اياه بالحلال. بدك عريس؟ تتجوز؟ ايه معقولة وحدة بهالسنة تفكر تتجوز؟ ومين بده يقبل فيها؟ ومنين نلاقي لها عريس؟ هلا؟ شو رأيك؟ مو كأني طالع عريس؟ عريس؟ او احلى عريس؟ شكرا. جميل. شو رأيك اسم النجاعة بالك تكون عريس؟ اعملك عريس عن حقه حقيقي؟ انا ما بدي حدا يعملني عريس، ما انا طول عمري بساوي حالي عريس. لك عريس ونص، ولدت عريس وربيت عريس ولساتني عريس وعلى طول عريس. جميل عم بحكي جد انا. وانا ما عم بمزح. هي صحيح العروس مو كتير حلوه وكبيره شوي بالسن، بس مريشه نايمه على قرشين كتير حلوين بيأمنوا لنا مستقبلنا ومستقبل اولادنا. شو قلتي؟ عروس؟ ايه عروس. الي انا؟ لكن الي انتي بدك تجوزيني الي انا؟ اي شوفي يا حبيبي الله سامح بأربعة. وما بتغاري؟ بتعرف من هي العروس بعدين عكي على الغيرة. ومين هي بسلامتها؟ الا؟ ايه قولي. ولا ما اقول لك؟ لك احكي لا تنط في قلبي. بلا ما اقول لك. هنا؟ خايفة تزعل. قولي. طب واذا زعلت؟ هنا؟ ما بتزعل؟ هنا؟ ام محمود. لا تسرع حبيبي، لا تسرع ولا تعصب، طول بالك تقبر قلبي. انت فكر فيها منيح بتلاقيها كتير منيعة ومعقولة كتير. روح هلا على موعدك ولا تأخر مشان نحكي المساء. روح روح حبيبي روح. لا تطول حبيبي، عم استناك انا. جوزه ام محمود؟ وليش ما جوزه؟ بدي ريش انا. اهلين حبيبة قلبي، ليشك يا عم محمود عم تقومي من الفرشة؟ ما بصير، والدكتور قال لك انه لازم تضلي بالفرشة مشان ترتاحي لك كم يوم، لازم تدبسي تعليماته حبيبتي انت. ما بدي افتح لك الباب. انت قبري قلبي ان شاء الله. شو هذا ام محمود؟ كل ما عم يطول اصبعك، ليش بقى؟ جوزك قرط لي اياه. ايه محمود حبيبتي انت، من يوم ورايح تعطيني مفتاح الشقة مشان انا افتح الباب من غير ما اعذبك تكوني انت مرتاحة. هنا هنا، شو صار معكم؟ بشو ام محمود؟ لقيتولي اللي قلتلكن عليه؟ ليش مضيعة شيء ام محمود؟ هنانا لا تخجليني، لا تغشمي حالك، تعرفيني شو بقصد. فهمت عليك يا قطة انت يا ام محمود، كوتي كوتي كوتي، قصدك العريس ما هيك؟ لا تخجليني هنا، طول عمرك انت ذكية وبتلقطية عالطاير. اطمني العريس موجود. قولي ما
ما بقدر اقول لك هلا ام محمود. لا انا اقلي لي هذا عليك. بعدين ام محمود. هلا انا هلا فرحي لي قلبي بركي بيطيب بسرعه حكم بيقولوا البسط والانشراح بفيدوا للقلب. لا ام محمود ما رح اقول لك مين هو لحد ما طبق العريس على المظبوط. هلا ما طبقتي انا. لا ام محمود مو هيك الموضوع، هو انا فاتحت العريس بالموضوع بس قال لي يا هنا لازم انا افكر ولازم يفكر حقه. رح يطول بالتفكير ان شاء الله. لا هو انا رح ضل زن 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 فوق راسه لحد ما وافق ان شاء الله. هلا يرضى عليكي لا تجيبي سيره الملايين اللي عندي، قصدي المصاري اللي بعتهم انا لخور فكان. ليش ام محمود؟ ما بدي ياخذني على طمعه مشان مصاري. لكن مشان شو بده يتجوزك؟ يعني شو الاسباب؟ بكفي على كرمي واخلاقي وجمالي. صار وقت الدواء. هاتي حبيبتي. انا عمري انا قولي. صحتين ام محمود، ان شاء الله في العافيه. تقبريني انت. الله يعافيك هنا. اعطيني هنا حبه ثانيه مشان ال شو حبه ثانيه ام محمود؟ الدكتور قال حبه واحده، ما بيصير غير حبه واحده لك مشان طيب بسرعه مشان ال مشان شو ام محمود؟ ما فهمت عليكي. مشان ال اي شو ام محمود؟ شو هذا مشان ال هنا؟ ما بقدر لا تحرجيني، ما بقدر اقول بالمشر ما بستحي. ومش بدك تستحي ام محمود، ما في حدا غريب بيناتنا، احكي لا تستحي. بس بقى حاجه صغيره حاجه بدي اتجوز. هلا انا شو بدكم فيني؟ اوقات مرائشي بس استحوا. انا مشان العريس. ايوه فهمت عليكي ام محمود، بس كثره الدواء بتضرك ما بتنفعك. اذا بدك شيء ينفعك لازم تضلي في فرشتك، وانا مشان راحتك جبت لك تلفزيون لعندك والتليفون. امتى ما احتجتيني بترفعي السماعه وبدك رقمي بتلاقيني انا هنا شباكي لبيكي على الاربعه جايركي لبين ايديكي. لك ام محمود لازم ترتاحي وما تعملي اي مجهود، لك لازم طيبي بسرعة مشان العريس. معك حق، لازم طيب بسرعة مشان العريس. هيك مشان العريس. حاجة تضحكوا يا جماعة، شو بدكم؟ زيرو لا وقت خرجك الله لا يقيمك. أنا قبل ما تروحي راح أعطيكي مفتاح الشقة مشان وقت اللي بدك تفوتي ما اقوم انا من الفرشه وافتح لك واتعذب. عرفتي؟ ايه هنا؟ ايه ام محمود، هذا احسن حل. لا سهام حرام، لازم ننزل شق عليها. لك قالت عنك دبه ورسالتك تنزلي لعندها. ايه تقول وإلك قالت عنك سرنوة، كيف ما كان بتضل جارتنا. سمعت بالدب والسرنوة وغيره. دقوا انفل وما لح افتح لكم الباب، الدكتور منبه علي ما اتحرك من فرشتي انا مشان طيب بسرعه مشان ال مشان العريس. لك هاش تتمخطري وتزلغتي انت وياها، مو هلا العرس. الظاهر انها نايمه، يلا خطيه خليها مرتاحه، بكره بننزل انا وياكي بنشق عليها. تعي بعدين هنا حبيبتي مع مفتاح بتفتح امتى ما بدها. الله يديمها فوق راسي يا لانا، منيتني يا لانا ما بدي افتح لحدا. يلا روحوا. ام محمود يا ام محمود افتحي. جيت ام تحسين هلا بتقولي ديني روحي قتل بركي جايبين لك اكله طيبه. قومي. ايه جيت انا ام تحسيني، جيت حبيبتي. يلا لكني ها راح اصل لعندك انا. اصبحتي؟ اوه ان شاء الله يكونوا مكترين لي. يا سلام جيت والله جاهز.
فين ابن حسين؟ اهلين بالحامل وال كيفك ام محمود؟ طولتي لفتحتي لي الباب، والله غلي قلبي عليكي. قلت لك حالي صاير لك شيء؟ لا طمني، مو صاير لي شيء، انا كنت نايمه ونعسانه، هلا بدي ارجع نام. ام محمود ما بيسوى تنامي كثير، لازم تحركي بالبيت، بالحركه بركه. ماشي بس طيب بحرك على كيفي. دكتور انا منبه علي ما اتزحزح من تختي مشان روحي ابن حسين، مع السلامه. يلا طيب ما بدك شيء مساعده اعمل لك شيء بالبيت؟ لا شكرا، روحي يلا معك انت وبنتك. يلا طيب اذا اعتزت شيء اتصلي فيه فورا بنزل. ماشي. مينك يا اسمع على ام محمود؟ شو طولان؟ ليش هيك طولان اصبعك ام محمود؟ بل عندك سرنوي، روحي بدك ضل عندك ام محمود عاونك بشيء سوي لك شيء. احطوا انتوا التنتين. يلا يلا روحي ام محمود، مع السلامه. تضربي من لا شقيقة شاهي وايديها عم تطوطح طوطحة. ضيقتني من فرشتي وايمتني. قومي يا عمتك يا دبي يا عمتك يا حسين، عرقتني ما فتحت لك. بس بقى تركوني لك حاجة تشدي لي روبي. روحي رضعي بنتك، تروحي لا تلحقوني. يا لك روحي تركيني بقى، بدي نام. روحي روحي روحي. بعدين بقى جعت كتير، ما عاد فيني اتحمل. ايمتى بدي اتحمل؟ انا ما عاد اقدر اصبر. الله يصلحك يا هنا، كانت تطعميني وبعدين تطعمي ولادها. مريضة انا مريضة. مرحبا ام محمود. اهلين حبيبتي، اهلين بهنا. اهلين بك يا قلبي. الحمد لله احسن. اخذتي الدواء؟ اخذته. يلا حبيبتي تجلسي مشان تاكلي. يلا حبيبتي يلا. مالي نفس هنا، مالي نفس. شو مالك نفس ام محمود؟ لا لازم تاكلي مشان تقوى صحتك، مشان هيك قلتك. اي طبعا هيك قلت. يلا هاتي هاتي يلا يلا حبيبتي. هلا بتاكلي بس اول معلقه من هالشوربه بتنفتح شهيتك. هلا هدول اللي متغلبه وجايبتهم مشان يقولي جسمي، ما بيكفوا صوص هدول. انا جيتك يا عطا يا حلوه يا عروس يا قبوره. عروس ان شاء الله قريب يا رب. ايه ام محمود تاكلي انت ولا طعمكي انا؟ لا انا باكل لحالي انا، روحي انت لعند اولادك حرامك. ايه تقبري طيب. قلبي ان شاء الله، لكن لك يا ام محمود كلي شوي شوي مشان ما تشرشي على حالك. ماشي حبيبتي؟ ماشي هدا حبيبتي انت. بس بقى بعت لك ارفع، بقلت لك لا تاكل قبل الكبار يا حمار. شوفي ام محمود شو بكي؟ ما في شيء، فاره مرقه كانت. فاره؟ ايه انا شفتها وهي طايره من هون. فاره بتطير؟ لا ام محمود مو طايره، قصدي كانت مرقه من هون. هلا انا بقول له لجميل يجيب لك مصيده مشان القطع. عندي مصيده بس جيبي لي جوز. ما عندي ولا جوز. ما عندك ولا جوز؟ ارجع جيب لك الجوز لك. تقبري قلبي لا تعطي ام محمود. هلا انا بجيب لك مشان اطلب لك اياها. لا 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 لك 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 اسبوع بدي احرمكم من الاكل. ما في يا حقيرين انتو، هيك كبيتوا لي الاكل؟ شو عملت بحالي انا؟ يو محمود لا تزعجي حالك، بنو كله بينغسل. انتي قومي عادي على الكرسي البراني مشان تغير لك الشراشف. بدك تغيري الشراشف؟ ايه طبعا بدي اغير الشراشف. معقوله تنامي على هيك شراشف وسخه؟ انا روحي انتي خطي لعند اولادك حرام، انا بغيرهم للشراشف. مستحيل مستحيل يا ام محمود، خليكي تتعبي مثل ما قلت لك. قومي عادي برا وقولي لي وين حاطه الشراشف النظام. هنا لا تعذبي حالك، انا رح اغيرهم. في مين يساعدني على كل حال؟ منه بتسلى ومنه بحرك دماغي شوي. روح. لا ام محمود تسلي بغير شغله. وين حاطه الشراشف النظاف؟ عندك بالخزانه. ايوه يلا حبيبتي ام محمود يلا تقوليني شو رح تساوي. انا شو رح ساوي؟ بدي غير الفرشه. معقوله اتركها هيك ملوته بالشوربه؟ مو معقوله ام محمود. لا الا الفرشه لا تلقيها. لا شو مالها ام محمود؟ لا تخافي ما رح بلل لك اياها، بمسحها هيك شوي قوام بتنشف. انا بمسحها. لا ام محمود والزفره؟ ايه بتروح لحالها. انا لا شو تروح لحالها ام محمود، ما بيصير انت مريضه وما بيصير تتعبي حالك. يلا حبيبتي قومي لنشوف، قومي عادي بالكرسي البراني. خذ العين شو تقلعني يا ام محمود، خليني اعرف اشتغلت. ابريني انت. ولي انفضحنا. لكن لك فكرة ام محمود، سر كبير. انو سر؟ ان شاء الله فكرتيني اني صدقتك انك بعتي المصاري لابنك بغور فكان. وليش لحتى ما تصدقي بعدي؟ لانه المصاري ما طلعت من هون. هنا هنا لا تقولي لحدا. ايه سر كبير حبيبتي. حبيبتي روحي انت. Thank you.
داخل ايه وانا امزب الدخل اتبط ما عاد فيني شي اتمشى لي شوي بالبيت شو يا شي بطاقة هيك داخل ايه كتير يا ما عم روح ولا عم اجي هدول المصاري لازم ينقاموا من هون انا كشفت محلهم صحيح انا لسانه قصير وما رح تخبر حدا بس الواحد ما بيضمن حاله الا ما تزلق له بشي كلمه هون ولا هون ساعتها ما بخلص من العالم يلي بده يتدين واللي بده يشحن لازم غير محلهم بس وين 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 بتحطهم أحسن شي حطهم بسقيفة المطبخ بقلب برميل المي بحطهم بكيس نايلون ما بيصير لهم شي شفتها أنا هاي بالجلادون ما حدا رح يخطر له إنه برميل المي فيه 3 ملايين ليرة فكرة انزلي انزلي تروحي قتل متغطيتي اللي بالشرشع بلا الغطاء وينكم لا تقولوا لحدا فهمتوا انتوا ما بتحكوا بعرفكم شغلوني شغلوا النوم عن عيني لاني لاني ساعة ابكي ساعة يبكي علي حالي بحبك يا امان احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا بيطلع قال حامل شنطة فحصة للمريضة حاجة صلصلة اتركوني بقى يا خلوني كمل الغنية حأبكي ساعة يبكي علي حالي ليالي ليالي مهما جراني بس بقى ركون ايدك ما بدي حدا يساعدني ايدك إذا كنت أنت وياها بس خلاص ليش هيا لا تلحقوني اوعكم اذبحكم عينك شقرة روحوا لا روحوا لا روحوا لا روحوا لا